السلام عليكم يا شباب. إن شاء الله هنكمل النهاردة ونبدأ النهاردة في جزئية مهمة وهي الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس أو القانون الأول للديناميكا الحرارية. اتكلمنا قبل كده ان احنا عندنا سيستم او نظام، النظام ده جواه working substance او جواه مادة عاملة هيبان عليها تأثير دخول او خروج الطاقة من النظام ده. فقلنا ان احنا عندنا سيستم او نظام اهو، السيستم ده له حالة دلوقتي، طبعا ايا كان نوعه ايه، open system او closed system. السيستم ده له state او له حالة، مجموعة من الخصائص اللي بتعرفه. بيحصل تغير في حالة النظام من حالة ابتدائية إلى حالة نهائية، دي البروسس أو الإجراء. حصل تغير نتيجة دخول أو خروج كمية من الطاقة في صورة حرارة أو في صورة شغل، وبالتالي هيحصل إن الخصائص هتتغير. فكنا بنقول إحنا كل اللي بناخده قبل كده علشان نوصل أو علشان نقدر نحسب كمية الطاقة اللي دخلت أو خرجت من النظام مقدارها قد إيه، ودخلت أو خرجت في صورة إيه، في صورة حرارة أو في صورة شغل. فده اللي إحنا المفروض بقى كنا بنعمله قبل كده لحد ما نوصل للي وصلنا له النهاردة. الفيرست لو أوف ثيرموداينامكس أو القانون الأول للديناميكا الحرارية، من خلاله هنقدر نحدد كمية الحرارة اللي دخلت أو خرجت مقدارها قد إيه، آسف، كمية الطاقة اللي دخلت أو خرجت مقدارها قد إيه، ودخلت او خرجت في صوره حراره ولا في صوره شغل. بس عشان كنا نوصل له لازم كنا نبقى محددين نوع النظام ونوع الماده العامله اللي موجوده في النظام علشان نقدر نحدد كل خصائصها في البدايه وكل خصائصها في النهايه. هنتكلم النهارده على الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس او التعريف بتاع القانون الاول للديناميكا الحراريه اللي انتوا كلكم تقريبا عارفينه من واحنا صغيرين خالص، او كلنا عارفينه ومحدش يعني قبل كده اتعامل معاه بغرابة، كان مجرد حاجة مسلم بالنسبة لك التعامل معاه. المنطوق بتاع القانون الأول للديناميكا الحرارية، ومن هنا خلي بالك بقى، من هنا بتبدأ أنت كمهندس ميكانيكا تظهر شخصيتك وتظهر أو يظهر التعامل بتاعك في حاجات كتير جدا، ويظهر حكمك كمهندس مش كشخص عادي على اختراعات كتير من اللي انتوا بتسمعوا عليها على النت او 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 الكلام ده كله. كتير بنسمع واحد عمل عربية مش عارف ماشي بايه، واحد عمل مش عارف ايه ماشي بايه والكلام ده كله. من هنا بقى بنبدأ بالقانون الاول وبالقانون الثاني والثيرموداينامكس، ابدأ اقدر احكم هل الكلام اللي الراجل ده بيقوله كلام منطقي وكلام ينفع، ولا كلام كله كلام فاضي وما ينفعش خالص. هنعرف الكلام ده بعدين، وممكن نبقى نجيب حتى شوية حاجات من اللي الناس بتتكلم عليها ونقعد نناقشها مع بعض، لكن حاليا خلينا نتعلم الحاجات بتاعه. الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس او القانون الاول للديناميكا الحراريه، المنطوق بتاعه الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتحول من صوره الى اخرى او تنتقل من مكان لاخر. الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، لازم يكون ليها مصدر بتيجي منه، وممكن تتحول من صوره للتانيه، وفي نفس الوقت كمان ممكن تتنقل من مكان لمكان تاني. أشهر حاجة للكلام ده مطور المية اللي عندك في البيت. أنت بتشغل المطور بتديله كهرباء، فعندك طاقة كهربية بتتحول بعد كده لميكانيكال وورك أو لشغل ميكانيكي عشان يدور الترومبة أو يدور العمود. بعد كده الميكانيكال وورك ده بيتحول لكاينيتيك انرجي أو طاقة حركة، بتتحرك المية وتطلع لك لفوق، فالكاينيتيك انرجي أو طاقة الحركة بتتحول والمية بتطلع لفوق، بعد كده بتتحول لطاقة وضع. المية اللي كانت تحت في الدور الأرضي طلعت لك لفوق لطاقة وضع. بعد كده لما بتفتح الحنفية المية بتنزل تاني، فطاقة الوضع اللي فيها نتيجة اصطدام المية بالأرضية بتتحول لحرارة. صحيح هي ممكن تكون حرارة مش محسوسة بالنسبة لك، بس في الآخر هي تحولت من صورة لصورة تانية. ده الكلام اللي بيحصل في الطاقات، أنا دفعت طاقة فالطاقة دي قعدت تتحول من صورة للتانية، من صورة للتانية، من صورة للتانية، وهكذا. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى. أنا لما كلت خدت كمية من الطاقة عشان تساعدني في الحركة مثلا،
وانا بتحرك طاقتي بتقل لاني ببذل مجهود. طب انت بتقول ان الطاقه لا تفنى لا تستحدث، طب الطاقه اللي كانت في جسمك راحت فين؟ وانا ماشي في الطريق اهوت الهواء كان بيحتك بجسم، فكان انا عشان امشي ما انا خدت طاقه عشان اقدر اتغلب على قوى الاحتكاك مع الهواء واقدر امشي واتغلب واشق الهواء ده وانا ماشي. فبتطلع الطاقه دي في صوره حراره في الاخر نتيجه الاحتكاك ما بين جسمي وما بين الهواء اللي انا ماشي فيه. ممكن تكون كميات الحراره دي او كميات الطاقه دي مش محسوسه بالنسبه لك، لكن في الاخر هي ليها قيمه، ونوع بيتحول لنوع تاني. ده اللي احنا بنقوله في الفيرست لو او في القانون الاول للديناميكا الحراريه. وزي ما الدكتور عماد كان بيشرح لكم دلوقتي، عندك وقود، الوقود ده في كميه من الطاقه اللي هي الكالوريفيك فاليو بتاعته او الطاقه الكيميائيه بتاعته. بعد كده لما بعمل اشتعال بتتحول الطاقه الكيميائيه اللي فيه لطاقه حراريه، بتتحول لحراره كميه من الطاقه. بعد كده بتتحول لميكانيكال او لشغل ميكانيكي بيحرك لك العربيه. الميكانيكال ورك او الشغل الميكانيكي ده بيروح في صوره احتكاك ما بين الكاوتشات وما بين الارض وما بين جسم العربيه وما بين الهواء، ففي الاخر ده بيولد حراره، الحراره دي بتتسرب وبتروح في الهواء الجو. ففي الاخر احنا عمالين نتكلم من صوره لصوره من صوره لصوره. الطاقه لا تفنى ولا تستحدث، ولكنها تتحول من صوره الى اخرى. ما حدش بقى يقول لي بعد كده انا هجيب طاقه من لا شيء، الكلام ده كلام فاضي. زي مثلا اللي بيجي في التلفزيون ويقول لك انا همشي العربيه بالهواء، ده انا مشيتها ببلاش. لا استنى، انت ما مشيتهاش ببلاش، ما انت جبت هواء مضغوط. الهواء المضغوط ده جاي منين اصلا؟ جاي من كومبريسور شغال بالطاقه الكهربائيه، والكومبريسور اللي شغال بالطاقه الكهربائيه ده جايبها منين اصلا؟ جايبها من حرق وقود، طاقه كيميائيه تحولت لطاقه كهربائيه، تحولت لبعد كده كومبريسد اير او هواء مضغوط عشان يقدر يمشي العربيه. فما تقوليش ان انا مشيت العربيه بهواء مضغوط وجايبه من الهواء او جايبه من لا شيء. او برضو اختراعات كتير من اللي احنا بنسمعها، واحد يقول لك ايه، انا هجيب الحاجات دي هتاخدوها، الاجهزه اللي انا بقولها دي، هجيب كومبريسور، الكومبريسور ده يضغط هواء، وبعد كده الهواء اللي هاخده من الكومبريسور يروح على تربينه، يقوم يدور الريش بتاع التربينه، فتقوم التربينه مدوره العجل بتاع العربيه، فيقوم العجل بتاع العربيه ممشي العربيه، ولما العجل يدور هقوم مشغل بيه الكومبريسور تاني فيضغط هواء، وبعد كده يمشي التربينه، وبعد كده يمشي في دايره مغلقه كده. اقول له الكلام اللي انت بتقوله ده هبل، لان احنا عندنا برضو القانون التاني لما هتاخده ان شاء الله هتلاقيه بيقول لك ان مفيش حاجه اسمها اجراء انعكاسي، ان اي اجراء بيحصل فيه فقد. فلو انا جيت ب 100 جول ضغطت بيهم شويه هواء، فشويه الهواء دول هيبقى موجود فيهم كميه من الطاقه مقدارها 70 جول، ال 70 جول دول هيمشوا العربيه فهيمشوها بمقدار 50 جول. العربيه لما تيجي تشحن كومبريسور اخرها تشحن 20 جول، تشحن كومبريسور 20 جول او 10 جول، فعمر ال 100 ما هيرجعوا لك تاني طول ما انت بتلف في الدايره. المهم القانون الاول بيقول ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتحول من صوره الى اخرى. القانون الاول له صيغه كبيره هنبقى نعرفها بعدين، لكن خلينا الاول دلوقتي نتكلم عن، طبعا له صيغه او له شكل في حاله الاوبن سيستم او النظام المفتوح، وله شكل في حاله الكلوزد سيستم او النظام المغلق. احنا النهارده مع بعض هنتعلم وهناخد الاجراءات بتاع الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس في حاله الكلوزد سيستم او في حاله النظام المغلق. زي ما انتم عارفين الكلوزد سيستم او النظام المغلق هو النظام اللي بيسمح بتبادل الطاقه ولا يسمح بتبادل الكتل. يعني عندي نظام جواه ماده ايا كانت، هي غاز ولا ميه، له حاله ابتدائيه وله حاله نهائيه. حصل من الحالة الابتدائية للحالة النهائية حاجة اسمها إجراء، تغير في حالة النظام نتيجة دخول أو خروج كمية من الطاقة في صورة حرارة أو في صورة شغل. القانون الأول الصيغة الرياضية بتاعته اللي هبدأ على أساسها أحل المسائل شكلها عامل إزاي. الصيغة بالمنظر ده كده، كيو من 1 لـ 2 اللي هي كمية الحرارة اللي دخلت أو خرجت من النظام من النقطة 1 للنقطة 2، ناقص W من 1 لـ 2 ناقص الشغل اللي حصل من النقطة 1 للنقطة 2 بيساوي التغير في كل أنواع الطاقات من النقطة 1 للنقطة 2، لأن المادة اللي جوه النظام عندي كان فيها أو كانت محملة بشوية طاقات، ليها internal energy، ليها طاقة داخلية،
وليها طاقه وضع وليها طاقه حركه وليها طاقه سريان وهكذا. بس استنى استنى استنى، ده في حاجه مهمه. ده الكلوزد سيستم او النظام المغلق الكتله بتاعته ثابته، يعني ملهاش سرعه اصلا، فاحنا هنا هنكنسل الكاينتيك انرجي. وكمان السيستم محطوط في مكان فرق ما بين النقطه 1 والنقطه 2 مفيش تغير في البوتنشال انرجي، فهي كمان مفيش. والفلو انرجي ده بتاعت الفلو، ده بتاعت السريان اللي بتظهر في الاوبن سيستم اصلا، ما بتظهرش في الكلوزد سيستم. وبالتالي التلات طاقات دول التغير فيهم هنا مش موجود او ملوش معنى. ففي الاخر بيبقى التغير في كل انواع الطاقات المقصود بيها فقط في الكلوزد سيستم هو التغير في الانترنال انرجي، هي دي اهم واحده، وهي دي اكتر واحده ليها تاثير وبيظهر لها تغير. فبيبقى كيو كميه الحراره اللي داخله او خارجه من النظام ناقص الدبليو ده الشغل اللي داخل او خارج من النظام، بيساوي التغير في الطاقه الداخليه بتاع النظام اللي عندي. دي الصيغه الرياضيه اللي هنبدا نتعامل معاها. لو جينا نفصصها كده ونعرف فيها كل حاجه بالتفصيل، فهنقول ان كيو كيو اهي دي كميه الحراره. زي ما بنقول كده، لو اعتبرنا ان المدرج ده نظام والشمس هتضرب في السقف لمدة ساعتين ثلاثة، فهتدخل كمية من الحرارة للنظام ده. عايزين نعرف قيمتها، هنحسبها من هنا. أنا قلت لك قبل كده إن في مادة كاملة أو في فرع كامل عندنا في الميكانيكا بيخليك تحسب كمية الحرارة دي قد إيه، اللي هو الهيت ترانسفير أو انتقال الحرارة. لأن إحنا عندنا انتقال الحرارة ليه 3 مودز أو 3 أنواع، الكوندكشن أو الكونفكشن أو الراديشن، وكل واحدة منهم ليها قانون أو شكل يخليك تحسب كمية الحرارة دي لوحدها مقدارها قد إيه. لكن إحنا هنا بنتكلم معاها أو بنتعامل معاها ككمية كده على بعضها، بحسبها من القانون ده. ما يلزمنيش في الثيرمودينامكس أعرف هي اتنقلت بأنهي طريقة، كوندكشن ولا كونفكشن ولا راديشن. أنا يهمني قيمتها قد إيه. وبعد كده إن شاء الله لما أخد هيت ترانسفير الكمية اللي أنت جبتها دي هتبقى تعرف هي بتتنقل بالكوندكشن ولا الكونفكشن ولا الراديشن. واضح؟ الكيو هي كمية الحرارة اللي داخلة أو خارجة من النظام، وبتكون بوحدة الجول أو الكيلو جول أيا كان القيمة اللي أنت بتتعامل معاها بيها أو الوحدة اللي أنت هتتعامل معاها بيها. الدبليو ده الشغل اللي داخل أو خارج من النظام، الشغل اللي داخل أو خارج من النظام. وهنا بنتكلم عن كل أنواع الشغل المحتمل نقابلها في النظام بتاعنا. اتكلمنا قبل كده ان عندنا displacement work، شغل ازاحه او شغل تغير في الحجم، وده اهم واحد لان ده تقريبا بنسبه 99.9% هو اللي بيقابلك في المساء، displacement work او شغل الازاحه. لكن ما يمنعش ان يكون عندنا electrical work، وان يكون عندنا mechanical work، وان يكون عندنا spring work. كل دول بيتجمعوا على بعض تحت قيمه الشغل ده. يعني الشغل ده كده هو عباره عن، لو فتحت قوس، work displacement زائد work mechanical زائد work electrical زائد ايا كان من الانواع اللي احنا قلنا عليه، spring work او mechanical work او electrical work، الحاجات اللي فاكرينها دي، فاكرين التعريفات اللي قلناها. بس اهم واحد فيهم displacement work اللي هو شغل الازاحه او شغل التغير في الحجم، اللي كان القانون بتاعه تكامل من V1 ل V2 بي في DV. ده اشهر واحد. لو الحاجات التانية ما ذكرتش في المسألة وطلبت منك قيمة شغل، فده معناه هو ده اللي مطلوب، اللي هو displacement work. ده بيظهر بنسبة 99.9% في المساء، ودول بيظهرهم على استحياء في عدد قليل جدا في المساء. شغل displacement القانون بتاعه تكامل من V1 ل V2 بي دي في. ده الشغل. بعد كده الكلام ده بيساوي الدلتا يو، بيساوي التغير في الطاقة الداخلية. الدلتا يو اللي بتساوي ايه؟ ها؟ لا، اما ان يكون عندي جازس او اما ان يكون عندي مادة بيحصل لها تغير في الحالة. فممكن القانون بتاعها ام في يو 2 ناقص يو 1، ده زي ما اتعلمنا بقى لما تكون السي في متغيرة بالنسبة للجازس، يعني دي في حالة السيمي ايديال جازس او الريال جازس اللي هي مش علينا، او الميه اللي بيحصل لها فيز تشينج او اي ماده بيحصل لها فيز تشينج، وبتبقى في حاله بتساوي ام سي في تي 2 ناقص تي 1 امتى؟
في حالة الايديال جازس او الجاز ميكشر. ما احنا قلنا ان الجاز ميكشر بيتعامل كخليط وبيتم اعتباره ايديال جاز بالنسبة لنا في منهجنا، لان ممكن ناس تانية يبقى عندها خليط من الغازات وتتعامل معاها كريال جازس، لكن احنا عندنا خليط الغازات بنتعامل معاها كايديال ميكشر. فالدلتا يو بتساوي ام في يو 2 ناقص يو 1 او ام سي في تي 2 ناقص تي 1، وكل واحدة من دول برضو وحدتها جول او كيلو جول، وبرضو نفس الكلام بالنسبة للشغل، اي واحد من دول لازم يكون بالجول او الكيلو جول. لازم ابقى موحد الوحدات بتاعتي كلها، التلات ترمات اللي عندي لازم ابقى موحد الوحدات بتاعته. واضح؟ ده القانون اللي احنا هنستخدمه. القانون اللي قدامنا ده مكتوب توتال، يعني مكتوب كأن عندي كتلة في النظام، لكن في كتير من الأحيان في المسائل بنتعامل مع سبيسيفيك، بنتعامل لوحدة الكتل، يعني لكل كيلو جرام من المادة العاملة اللي موجودة عندي. فلو أنا جيت للقانون ده قسمته على الكتلة عشان أشتغل سبيسيفيك، هيبقى كيو من واحد لاتنين سمول ناقص دبليو سمول من واحد لاتنين بيساوي دلتا يو سمول من واحد لاتنين. هتبقى ساعتها الكيو هي كمية الحرارة اللي داخلة أو خارجة من النظام بالجول لكل كيلو جرام، والدبليو ده السبيسيفيك تشينج أو سبيسيفيك وورك اللي هو قيمته تكامل من سبيسيفيك فوليوم واحد لسبيسيفيك فوليوم اتنين بي دي سبيسيفيك فوليوم، أو ده أو ده أو ده بس مقسومين على كتلة النظام. بس أنا كفاية بده لأن ده الأشهر بالنسبة لي. والدلتا يو بتساوي يو 2 ناقص يو 1 او سي في تي 2 ناقص تي 1، واي كميه من الثلاثه دول بالجول لكل كيلو جرام. واضح؟ في النظام يا هتعامل توتال يا هتعامل سبيسيفيك على حسب السيستم اللي عندي مدي لك كتلته ولا مش مدي لك الكتله. انا عمال من ساعتها اقول شغل داخل او خارج من النظام، كميه حراره داخله او خارجه من النظام، دول هنعرفهم ازاي او هنتعامل معاهم؟ يعني هل في فرق ما بين شويه شغل بيتبذلوا على النظام او شويه شغل خارجين من النظام؟ بقاعده اسمها قاعده الاشارات، دي مهمه جدا. قاعده الاشارات بتقول ايه؟ لو انت عندك سيستم او نظام وداخل له كميه من الحراره، فبتتعامل مع كميه الحراره دي على انها كميه موجبه، ولو خارج منه كميه من الحراره بتعامل معاها كانها سالب، والعكس بالنسبه للشغل. لو النظام بتاعي داخل له كميه من الشغل، فالشغل ده بيتم اعتباره سالب، شغل سالب، ولو خارج منه كميه من الشغل بيتم التعامل معاها على انها كميه موجبه. اعتقد انتوا كنتوا بتاخدوا القانون ده في الكيمياء السنه اللي فاتت على ما اتذكر، كيو زائد دبليو، صح؟ كيو زائد دبليو بيساوي الدلتا اي، او اللي هي الدلتا يو، تغير في الطاقه الداخليه. فكنت ساعتها كيو زائد دبليو كانوا بيعتبروا، خلي بالك القاعدتين موجودين والاثنين شغالين على مستوى العالم والاثنين بيطلعوا نفس النتيجه، ما فيش اختلاف. لو انا قلت كيو ناقص دبليو بيساوي الدلتا يو، وده اللي احنا شغالين عليه، هنشتغل بقاعده الاشارات دي. لو قلت كيو زائد دبليو بيساوي دلتا يو، وده مش اللي احنا شغالين عليه، بتلاقي ان بيقول لك كل اللي داخل موجب وكل اللي خارج سالب. انسى القاعده دي، مش دي اللي احنا شغالين عليه، لكن انا بس بقولها لك علشان لما تلاقي القانون ما تقولش ان ده شغال غلط وده شغال صح، هما الاثنين نفس الحاجه بس كل واحد بياخدها بطريق. واضح؟ فده القانون بتاعنا اهو، وده السبيسيفيك بتاعه، ودي قاعده الاشارات اللي هنشتغل عليه. تعال بقى نشوف الاجراءات اللي احنا بنتكلم عنها. تعالوا نعمل مجموعه من الاجراءات على الكلوزد سيستم ونشوف في كل اجراء منهم قيمه كميه الحراره او قيمه الشغل اللي هو الديسبليسمنت اللي هو الاشهر، مقدارهم قد ايه. لو احنا جينا نتكلم عن اول اجراء اللي هو الاجراء كونستانت فوليوم او ايزو كوريك او ايزومتريك، ايا كان، دي كلها مسميات، كونستانت فوليوم او ايزو كوريك او ايزومتريك. الاجراء ده
معناه ان بيحصل تغير في حالة النظام من حالة ابتدائية الى حالة نهائية، وبالتالي كل الخصائص بتاع النظام بتتغير ما عدا الحجم، بيظل حجم النظام ثابت ما بيتغيرش. الأوضة او المدرج اللي احنا قاعدين فيه ده، كنا لسه من شوية بنقول ان الشمس هتضرب في السقف لمدة ساعتين ثلاثة، فهتدخل كمية من الحرارة للنظام، ضغط النظام هيتغير لو هو مغلق، ودرجة حرارة النظام هتتغير، وبالتبعية الطاقات اللي المادة بتاعت النظام محملة بيها هتتغير هي كمان. لكن الحاجة الوحيدة اللي هتظل ثابتة ما اتغيرتش هي حجم المدرج أو حجم النظام، من نقطة البداية لنقطة النهاية الحجم ما اتغيرش. فده الإجراء بتاعنا اللي هو الكونستانت فوليوم، من النقطة واحد للنقطة اتنين كان الـ V بيساوي كونستانت، كان الحجم قيمة ثابتة ما اتغيرتش. تعالى كده في الإجراء بتاعنا من النقطة واحد للنقطة اتنين، تعالى نشوف لو في حاجة مجهولة بالنسبة للجازس أو بالنسبة للغازات نجيبها ازاي. لو أنا عند النقطة رقم واحد وعندي خاصية من الخصائص مجهولة، ممكن أقول بي واحد في واحد بيساوي ام ار تي واحد. عند النقطة رقم اتنين لو في حاجة مجهولة، بي اتنين في اتنين بيساوي ام ار تي اتنين. بس خلي بالك ده الفي واحد هو الفي اتنين، فنقدر أحطها هي. لو انا عندي بريشر او تمبريتشر او فوليوم اقدر اطبق بي في بيساوي ام ار تي عند النقطه رقم واحد او عند النقطه رقم اتنين. بس خلي بالك اسمها ايكويشن اوف ستيت، معادله حاله، يعني معادله بتطبق بخصائص نقطه واحده بس. ما ينفعش تروح تقول بي واحد في بيساوي ام ار تي اتنين، ما ينفعش اجيب خصائص من النقطه واحد مع خصائص عند النقطه اتنين، لان دي نقطه ودي نقطه، فما ينفعش دي. لكن اقدر عادي اطبق المعادله عند النقطه رقم واحد على بعضها، واطبق المعادله عند النقطه رقم اتنين على بعضها، واقدر كمان اقسم المعادلتين على بعض. لو انا قسمت المعادلتين دول على بعض فهتلاقي ال V هيروح مع ال V لان الحجم ثابت، وال M وال R هتروح مع ال M وال R لانه نفس الغاز. واقدر اقول في المعادله بتاعتي لو انا قسمت الاتنين على بعض ان B2 على B1 بيساوي تي 2 على تي 1. المعادلة دي أقدر استخدمها للربط ما بين خصائص النقطة 1 والنقطة 2، بس مش في كل الأحوال. المعادلة دي مستنتجة من معادلة الحالة للغازات المثالية، وبالتالي المعادلة دي ممكن تستخدم مع الجازس سواء ايديال أو سيمي ايديال تنفع، لكن والجاز ميكسشر كمان ممكن تنفع كمان مع الميكسشر برضو تنفع، لكن مية ما ينفعش. ودي الغلطة اللي كتير منكم بيعملها وبيقع في الامتحان. اجي اقول له مثلا عندي سيستم جواه مية وحصل تغير من النقطة واحد للنقطة اتنين بثبات الحجم، روح هات لي بقى الشغل وكمية الحرارة وكلام، فيجري بسرعة يقوم كاتب ان تي اتنين ان تي اتنين على تي واحد تساوي بي اتنين على بي واحد. اقول له غلط، ضيعت نفسك وضيعت المسألة. امال ساعتها هربط بين النقطة واحد والنقطة اتنين ازاي؟ اقول ان الحجم النوعي بتاع النقطة رقم واحد بيساوي الحجم النوعي بتاع النقطة رقم اتنين، وببقى عارف قيمة واحد منهم فهو اللي بيوديني للنقطة التانية. لكن اوعى تستخدم العلاقة دي في حالة المية او في حالة المواد اللي بيحصل لها فيز تشينج. المعادلة دي مستنتجة من الايكويشن اوف ستيت فور ايديال جازز، فشوف الايكويشن اوف ستيت فور ايديال جازز تنفع لايه، هو ده اللي استخدمها عليه. واضح؟ يبقى هي بتنفع للجازز سواء ايديال او سيمي ايديال او ميكس، لكن حتى الريال جازز ما تنفعش، لان الريال جازس مش هيبقى بيتطبق عليها المعادله دي، ده هيبقى معادله فاندر فال اللي بتتطبق. فلو جيت اطبق فاندر فال مش هينفع اقسم الطرفين بتوعها على بعض لانها تبقى مكلكعه اكتر من كده. واضح؟ طيب لو انا عايز اجيب قيمه الشغل في الاجراء ده، عندي اجراء اللي هو الديسبليسمنت، احنا دايما بنتعامل على الديسبليسمنت وورك. لو انا عايز اجيب قيمه الديسبليسمنت وورك، شغل من واحد لاتنين بيساوي تكامل من في واحد لفي اتنين بي دي في. هنا الحجم ثابت، يبقى التغير في الحجم بكام؟ بصفر. وبالتالي يبقى الديسبليسمنت وورك الشغل بتاعنا هنا بيساوي زيرو. طيب انا عرفت ان الشغل خلاص بصفر، عايز اجيب قيمه كميه الحراره. انا عارف ان كيو، القانون الاول بقى بيقول كيو ناقص دبليو بيساوي دلتا يو. طب اذا كان الدبليو بصفر يبقى الكيو بتساوي ايه؟ يبقى في الاخر احنا عندنا كيو من واحد لاتنين ناقص دبليو من واحد لاتنين بيساوي دلتا يو من واحد لاتنين، وعارفين ان ده بصفر،
يبقى الكيو من واحد لاتنين بتساوي دلتا يو من واحد لاتنين. ده القانون بتاع الكيو، وده اللي كنتوا بقى بتاخدوه مباشرة في الكيمياء. كان يقول لك في حالة ثبات الحجم الكيو بتساوي ان تكامل سي في دي تي. جت منين؟ جه من الكلام ده، ده الكلام المفصل بتاعه بقى، ان القانون الاول كيو ناقص دبليو بيساوي دلتا يو، بس ات كونستانت فوليوم الكيوب صفر، وبالتالي بقت الكيو بتساوي الدلتا يو اللي الدلتا يو ساعتها قيمتها ام سي في دلتا تي، لو انا بتعامل مع غازس او غازات. واضح؟ ده الاجراء الاولاني اهو بالحاجات بتاعته، الكيو قيمتها قد ايه والدبليو قيمته قد ايه. تعالوا نشوف اجراء تاني كده برضو نفس الكلام ونجيب نفس الكميات دي. لو احنا اتعاملنا مع اجراء كونستانت بريشر بروسس او بنسميه ايزو بارك، في الاجراء الكونستانت بريشر او الايزو بارك بيحصل تغير في حالة النظام من حالة ابتدائية الى حالة نهائية، لكن بيظل الضغط ثابت. وزي ما قلنا اشهر جهاز زي ده لما تسمع اسمه في المسألة A vertical frictionless piston cylinder device، اسطوانة ومكبس اهم، ادى الاسطوانة اهي والمكبس جواها اهو، وفي هنا تحتها الوركينج سبستانس. اسطوانة ومكبس رأسيين والمكبس ده حر الحركة ومفيش احتكاك او اي قوة خارجية بتأثر عليه، يبقى دايما الضغط اللي على الغاز اللي تحته او على المادة اللي تحته دايما ضغط قيمته ثابتة بيساوي الضغط الجوي زائد الضغط الناشئ عن وزن المكبس. المكبس طلع لفوق شوية او نزل لتحت شوية بيظل الضغط اللي مأثر بيه على الحاجة اللي تحته ضغط قيمته ثابتة. ده أشهر جهاز لإجراء ثبات ضغط، A vertical frictionless piston cylinder device. عندنا إجراء من النقطة واحد للنقطة اتنين، من واحد لاتنين حصل تغير في حالة النظام بس ظل الضغط بتاع النظام قيمة ثابتة، بي بيساوي كونست، بي بيساوي كونست. تعالى نطبق الإكويشن أوف ستيت لو في حاجة من الحاجات مجهولة أو مش لاقين. عند النقطة رقم واحد بي في بيساوي ام ار تي، عند النقطة رقم اتنين بي في بيساوي ام ار تي، ده في حالة الجازس سواء ايديال او سيمي ايديال او جاز ميكس. ولو قسمت المعادلتين على بعض فهلاقي ان البريشر هيروح مع البريشر والام والار هتروح مع الام والار، فيتفضل ان تي اتنين على تي واحد بتساوي في اتنين على في واحد. دي في حالة الجازس سواء ايديال او سيمي ايديال او ميكس. واضح؟ طبعا النسب التوتال هي النسب السبيسيفيك، يعني لو انا حطيت توتال فوليوم على توتال فوليوم ممكن برضه اقول سبيسيفيك فوليوم على سبيسيفيك فوليوم، لان الكلوزد سيستم كتلته ثابته فالكتله اللي في البسط تروح مع المقام عادي. واضح؟ دي العلاقه اللي ممكن استخدمها للربط ما بين النقطه واحد والنقطه اتنين. لكن لو عندي ميه او ماده بيحصل لها فيز تشينج او تغير في الحاله اقدر ساعتها اربط بالخاصيه نفسها، اقول ان البريشر بي واحد بيساوي بي اتنين، فلو معايا واحد منهم هبقى عارف التاني واحل المساله عادي زي ما نشوف المسائل ان شاء الله. طيب انا عايز اجيب قيمه الشغل، ما هي دي تاني كميه بنجيبها. الشغل من واحد لاتنين بيساوي تكامل من في واحد لفي اتنين بي دي في. عايز اجيب قيمه الشغل بيساوي ايه؟ بيساوي، خلي بالك الضغط هنا ثابت فيطلع بره التكامل، الفي تكاملها او الدي في تكامله بواحد اللي هو في، من في واحد لفي اتنين يعني في اتنين ناقص في واحد، فنقدر هنا نقول ان قيمة الشغل من واحد لاتنين تساوي بي في في اتنين ناقص في واحد. دي قيمة الشغل في حالة الكونستانت بريشر بروسس. ده الديسبليسمنت وورك اللي هو شغل تغير الحجم، الحجم كبر او صغر على حسب النظام حصل له اكسبانشن ولا كونتراكشن، تمدد ولا انكماش. بعد كده قيمة كمية الحرارة. أنا عارف إن كيو من واحد لاتنين ناقص دبليو من واحد لاتنين ساوي دلتا يو من واحد لاتنين. بس أنا معايا الشغل أهو أقدر أجيبه أو جبت قيمته، ومعايا الدلتا يو اللي هي التغير في الطاقة الداخلية اللي هي بتساوي بقى أيا كان إم سي في تي اتنين ناقص تي واحد أو إم في يو اتنين ناقص يو واحد. في بعض الناس مجازا بيقولوا ايه؟ لو انا رحت للقانون ده كيو ناقص دبليو بيساوي دلتا يو، ممكن اشيل الشغل واحطه بالكميه ده،
او اقول مثلا ان كيو من 1 ل 2 بيساوي الشغل من 1 ل 2 زائد دلتا يو من 1 ل 2. الشغل ساعتها بيساوي بي دلتا في اللي هي تعتبر التغير في الفلو انرجي، كانها التغير في الفلو انرجي او التغير في طاقه السريان زائد التغير في الانترنال انرجي. ففي ناس بتاخد الاثنين دول كده وتجمعهم على بعض وتقول ان هو بيساوي التغير في الانصلب. هو ينفع او 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 رياضيا ينفع، لكن احنا قلنا اصلا ان في الكلوز سيستم او في النظام المغلق مفيش حاجه اسمها فلو انرجي، مفيش طاقه سريان في النظام المغلق اصلا لانه ستيشنري، نظام ساكن. لكن ماثيماتيكالي رياضيا تمشي تقول ان ده هي كده تمثل التغير مثلا في الفلو انرجي وده هي تمثل الانترنال انرجي، فممكن الاثنين على بعض ساعتها اقوم قايل ان كيو من 1 ل 2 تساوي دلتا اتش من 1 ل 2 اللي هي بقى على حسب قيمه الدلتا اتش هتبقى بتساوي ام سي بي دلتا تي في حاله الجازس او الغازات، او بتساوي ام في اتش 2 ناقص اتش 1 في حاله الفيز تشينج ماتير. واضح؟ لكن انا ممكن اشتغل على المعادله دي وخلاص لان دايما دي الاساس ودايما دي اللي هترجع لها في اي اجراء. اقول ان الكيو ناقص الدبليو بتساوي الدلتا يو، لو انا معايا قيمه الدلتا يو ومعايا قيمه الدبليو اجمعهم على بعض اجيب قيمه الكيو. واضح؟ طيب احنا مره ثبتنا حجم النظام ومره ثبتنا ضغط النظام، تعالوا مره ثالثه نثبت درجه حراره النظام. لو انا هعمل اجراء كونستانت تمبريتشر او بنسميه ايزو ثيرمال، كونستانت تمبريتشر اجراء ثبات درجه حراره، عندي نظام حالته هتتغير من حاله ابتدائيه الى حاله نهائيه، فكل خصائصه وكميات الطاقه هتتغير لكن هتظل درجة حرارة المادة العاملة اللي موجودة جوه النظام ثابتة. إجراء ايزوثيرمال أو تي كونستانت. بس الأحسن من تي كونستانت حاجة اسمها، لو أنا جيت على النظام بتاعي كده يا شباب، النظام أهو عنده النقطة رقم واحد قلت بي واحد في واحد بيساوي ام ار تي واحد، وعند النقطة رقم اتنين قلت بي 2 في 2 بيساوي ام ار تي 2. هو ايه اللي ثابت؟ الام ثابته صح؟ والار ثابته والتي هي كمان ثابته صح؟ فممكن اقول الاجراء الايزوثيرمال بصيغه ثانيه او بشكل ثاني. بنقول في الاجراء الايزوثيرمال ان حاصل ضرب البي في الفي دايما قيمه ثابته. ده شكل العلاقه. شكل العلاقه بتاع الكونستانت فوليوم في بيساوي كونستانت. شكل العلاقه بتاع الكونستانت بريشر بي بيساوي كونستانت. شكل العلاقه بتاع الكونستانت تمبريتشر او الايزوثيرمال بي في في بيساوي كونستانت، لان دايما بشتغل على البي في او البريشر والفوليوم يعني. فهنا البي في الفي قيمه ثابته اللي هي كانها تي بيساوي كونستانت برضه، هي هي بس احنا ما بنشتغلش على التمبريتشر. فالاجراء بتاعنا ثبات درجه حراره. طيب في إجراء ثبات درجة الحرارة لو هربط ما بين النقطة واحد والنقطة اتنين، هربط ما بين النقطة واحد والنقطة اتنين، أقدر أقول إيه؟ لو قسمت المعادلتين على بعض بي اتنين في اتنين على بي واحد في واحد بيساوي واحد لأن الترم اليمين كله طار، أو ممكن أقول بي اتنين على بي واحد بيساوي في واحد على في اتنين. دي برضو بتستخدم في حالة الجازس أو الغازات زي ما اتفقنا. واضح؟ لكن لو مية هنقول إن تي واحد بتساوي تي اتنين، دي الربط ما بين الاتنين. طيب لو أنا عايز الشغل، قيمة كمية الشغل في الإجراء الأيوثيرم، ها أنا عارف إن الشغل من واحد لاتنين بيساوي تكامل من في واحد لفي اتنين بي دي في. بس هنا في حاجة، ده الضغط بيتغير والحجم هو كمان بيتغير، ده أنا عندي جوه التكامل متغيرين، طب أعمل إيه في حالة زي دي؟ أعوض عن واحد بدلالة التاني،
مش احنا قلنا المعادلة العامة للإجراء بي في بيساوي قيمة ثابتة؟ طب أنا ممكن أقول إن قيمة البريشر بتساوي ثابت على الفوليوم، جبت الفوليوم أو جبت أسف البريشر بدلالة الفوليوم، فممكن ساعتها بقى أقوم رايح عامل التكامل بتاعي، أروح للشغل من واحد لاتنين بيساوي تكامل من في واحد لفي اتنين، البريشر هشيله وأحطه ثابت على الفوليوم دي في، الثابت ده ثابت يطلع بره التكامل، تكامل واحد على في لين في، من في واحد لفي اتنين يعني لين في اتنين ناقص لين في واحد، طب لين في اتنين ناقص لين في واحد يبقى في الاخر يطلع شكل التكامل بتاعي ثابت في لين في اتنين على في واحد، ده الشغل. طب الثابت ده قيمته ايه؟ ما انا عايز اعوض عشان اجيب قيمة الشغل، الثابت ده قيمته ايه؟ الثابت ده قيمته بي واحد في واحد او بي اتنين في اتنين او ام ار تي، ما هما التلاتة قيمة واحدة، هما التلاتة بيمثلوا الثابت اللي عندي. فممكن اروح اقول في الحالة دي بقى ان الشغل من واحد لاتنين بيساوي ثابت في لين في اتنين على في واحد، بس طبعا هنا ممكن اقول ان الثابت ده ممكن يبقى بيساوي بي واحد في واحد، هو هو بي اتنين في اتنين، لان البي في الفي قيمة ثابتة ايا كانت النقطة، ايا كان طول ما انا ماشي في الطريق حصل ضرب البي في الفي قيمة ثابتة، والاتنين على بعض هما كمان بيساوي الام في الار في التي. واضح؟ طيب عايز اجيب قيمة كمية الحرارة في الاجراء ده، عايز اجيب قيمة الكيو، عادي هروح للفيرست لو في ثيرموداينامكس، القانون بيقول ايه؟ كيو ناقص دبليو بيساوي دلتا يو. في حالة في بعض حالات الكلام ده ما بينطبقش عليه، زي منطقة الفيز تشينج أو التغير في الحالة، لأن التغير في الحالة بتظل درجة الحرارة ثابتة لكن في كمية من الحرارة بتروح أو حاجات تانية. يعني الكلام اللي أنا بقوله ده استثني منه منطقة الفيز تشينج أو التغير في الحالة. لو أنا بتكلم عن جازس أو غازات، ايديال أو سيمي ايديال مثلا، الجازس أو الغازات درجة حرارتها ثابتة لأن ده إجراء ايسيرمال وما بيحصلهاش فيز تشينج. ففي الحالة دي، في الحالة دي لما تكون التي ثابتة تبقى الدلتا تي بكام؟ بصفر، تغير في درجة الحرارة بصفر. ولما يكون الدلتا تي بصفر تبقى الدلتا يو بكام؟ بصفر هي كمان. فنرجع للقانون بتاعنا اللي بيقول إن كيو ناقص دبليو بيساوي دلتا يو، وأنا لسه قايل لك إن دلتا يو بصفر، يبقى الكيو بتساوي الدبليو. لو رجعنا للقانون بتاعنا هتلاقي ان كيو كمية الحرارة من النقطة واحد للنقطة اتنين بتساوي الشغل من النقطة واحد للنقطة اتنين في حالة الاجراء الايزوثيرم. لو عندي نظام درجة حرارته ثابتة وانا بعمل عليه اجراء، يبقى ده معناه ان مش هيحصل تغير في طاقته الداخلية. احنا قلنا هنا مش هيحصل تغير في طاقته الداخلية، فكل الحرارة اللي انا بديها للنظام بتطلع في صورة شغل، او كل الشغل اللي انا ببذله على النظام بيطلع في صورة حرارة، عشان ما يبقاش فيه كمية من الطاقة مختزنة في النظام خلال الاجراء ده. كل اللي انا اديته طلع، الحرارة طلعت في صورة شغل او الشغل طلع في صورة حرارة ايا كان، لكن مفيش اختزان للطاقة خلال الاجراء ده. ده في حالة الاجراء الايوثيرمال لما اكون بتكلم عن جازس غازات، لكن لو فيز تشينج ماتيريال له تطبيق تاني اركنا منه دلوقتي، ممكن ابقى اقوله لك في وقت تاني بالتفصيل، لكن خلينا في ده دلوقتي. واضح؟ مرة ثبت حجم النظام، ومرة تانية ثبت ضغط النظام، ومرة تالتة ثبت درجة حرارة النظام. تعالوا مرة رابعة ما نثبتش ولا واحدة من دول. الإجراء الرابع أنا مرة ثبت الحجم، ومرة ثبت الضغط، ومرة ثبت درجة الحرارة. في الإجراء ده أنا هعزل النظام حراريا، يعني همنع الحرارة تدخل أو تخرج من النظام. خلي بالك أنا مش همنع الطاقة،
أنا هسمح للطاقة في صورة شغل فقط هي اللي تدخل أو تخرج من النظام، لكن في صورة كمية حرارة هخليها بصفر. أنا هنا أديابتك معناه أن أنا عزلت النظام حراريا، يعني النظام بتاعي أهو، النظام عزلته حراري بقى معزول، هيحصل تغير من النقطة واحد للنقطة اتنين نتيجة دخول أو خروج كمية من الطاقة من النظام ده، بس في صورة شغل فقط. فهنا بنقول إن اللي داخل أو خارج من النظام شغل فقط. النظام بتاعنا هنا ضغطه بيتغير ودرجة حرارته بتتغير والحجم هو كمان بيتغير، كل الحاجات دي بتتغير، ضغط ودرجة حرارة وحجم، لكن الكيو بس هو اللي أنا عارف من دلوقتي إن هي بصفر. قدام شوية هنبقى بنسمي الإجراء ده ريفيرسابل أديابتك، بس إن شاء الله لما ناخد القانون التاني هنعرف يعني إيه كلمة ريفيرسابل، لكن إحنا بالنسبة لنا دلوقتي هو اسمه أديابتك، يعني معزول حراري. الإجراء ده بيخضع لعلاقة هبقول لك الإثبات بتاعها بعدين، بس مش هقولها لك دلوقتي عشان ما توهكش. بيخضع لعلاقة بي في في أس جاما بيساوي كونستانت، دي العلاقة اللي الإجراء ده بيخضع لها وليها إثبات هعمله لك بس مش دلوقتي. الإجراء بيخضع لعلاقة بي في في أس جاما بيساوي كونستانت. فاكرين الجاما اللي هي السي بي على السي في اللي هي السبيسيفيك هيتس ريشيو؟ بالمناسبة الجاما باور للفي بس مش للبي، يعني بي لوحدها في في أس جاما لوحدها بتساوي ثابت. بالمناسبة برضو الثابت هنا ما هوش ام ار تي، ده أي ثابت تاني. الثابت هنا ما هوش ام ار تي، ده ثابت تاني. العلاقة دي هنثبتها من القانون الأول، من اللي احنا بنقول كيو ناقص دبليو بتساوي دلتا يو، بس هاخدها في صورة في الصورة التفاضلية بتاعها اللي هو دي كيو ناقص دي ورك، دي كيو ناقص دي ورك بيساوي دي يو، واحنا قلنا ان الكيو بصفر فيتفضل ان الدي ورك بيساوي الدي يو، فالدي ورك هفك وهيبقى بي دي في والدي يو هتبقى سي في دي تي، واقعد اعمل تكامل ومش عارف ايه اطلع في الاخر بالعلاقه دي. بس انا مش عايز الاثبات دلوقتي، مش مشكله، يهمني بس انك تعرف ان الاجراء بتاعي بيخضع للعلاقه دي، بي في في اس جاما بيساوي كونستانت، دي العلاقه اللي بيخضع ليها. العلاقه اللي بتربط ما بين النقطه واحد والنقطه اتنين مستنتجه برضو من العلاقه دي وليها اثبات هبقى اعمله لك، هما الاثنين هبقى اعملهم لك، لكن العلاقه اللي بتربط بين النقطه واحد والنقطه اتنين في حاله الاجراء الادياباتيك هي تي اتنين على تي واحد تساوي بي اتنين على بي واحد اس جاما ناقص واحد على جاما تساوي في واحد على في اتنين اس جاما ناقص واحد. دي العلاقة اللي بتربط ما بين النقطة واحد والنقطة اتنين. انت حتى لو جيت للاتنين ده هم مع بعض، ده هم مع بعض، هتشيل الجاما ناقص واحد وتشيل الجاما ناقص واحد، والواحد على جاما هتروح الناحية دي بجاما، فهتلاقي بي اتنين في اتنين أس جاما بتساوي بي واحد في واحد أس جاما لو انت فكيتها، لأن دي أصلا مستنتجة من دي. واضح؟ فدي العلاقة اللي بقدر استخدمها للربط ما بين النقطة واحد والنقطة اتنين. طيب دي بقى خلي بالك من هنا وركز معلش شوية، العلاقة دي بتستخدم في حالة الايديال جازس فقط، الغازات المثالية فقط، ما تنفعش مع السيمي ايديال جازس، لأن هنا بدأ يظهر في المعادلة ترم اسمه الجاما، والجاما ده مش ثابت، ده الجاما ده متغير بالنسبة للسيمي ايديال جازس. بالنسبة للغازات الشبه مثالية اللي هي السي بي والسي في بتاعها بيتغيرهم، لا ده العلاقة دي ما ينفعش تستخدم. في علاقة تانية برضو ليها استنتاج بتقدر تستخدمها في حالة السيمي ايديال جازس او الغازات الشبه مثالية. العلاقة دي ايه؟ العلاقة دي بي اتنين على بي واحد بتساوي بي ار اتنين على بي ار واحد، و في اتنين على في واحد بتساوي في ار اتنين على في ار واحد. هنا ده الاجراء الوحيد اللي بيظهر فيه علاقه مختلفه للايديال او السيمي ايديال، ده الاجراء الوحيد
اللي بيظهر في العلاقه دي. لكن كونستانت فوليوم والكونستانت بريشر والكونستانت امبريتشر ما بيظهرش الكلام ده. واضح؟ ليه؟ لان هنا بتبدا تظهر في العلاقه بتاعه الربط ما بين النقطه 1 و2 او اللي هي علاقه الاجراء نفسها قيمه الجاما، والجاما دي سي بي على سي في بالنسبه للايديال جاز. طول ما انا ماشي قيمه السي بي والسي في ثابت، فدايما طول ما انا ماشي قيمه الجاما ثابت. لكن السيمي ايديال جاز ده السي بي والسي في بيتغيروا بتغير درجه الحراره، وبالتالي قيمتهم بتتغير، فالجاما هي كمان بتتغير. فالتكامل لازم يتعمل، ما ينفعش استخدم العلاقه دي في السيمي ايد. فاحنا استنتجنا لك العلاقه دي. فاكرين الجدول لما رحنا شفنا الجداول اللي معانا وقلت لك افتح الجداول بتاع السيمي ايديال جاز وروح عند الضغط او عند درجه الحراره، اسف، هات قيمه اليو والاتش، وكان في جنبهم قيمتين قلت لك هنستخدمهم بعدين، كانت قيمه البي ار والفي ار. البي ار والفي ار دول قيم بنجيبهم من الجدول مع الاتش واليو. هنا هيبدا يظهر استخدامهم، العلاقه اللي بتربط بين النقطه 1 والنقطه 2 في حاله السيمي ايديال جازز. بي 2 على بي 1 بتساوي بي ار 2 على بي ار 1، وفي 2 على في 1 بتساوي في ار 2 على في ار 1. وفي ار 2 او في ار 1 هي وبي ار 2 وبي ار 1 دول بتجيبهم من التيبل، بتجيبهم من الجدول عند القيم اللي انت بتروح بيها سواء درجه الحراره او اي حاجه ثانيه زي ما هنشوف في حل المسائل ان شاء الله. واضح مفهوم الكلام ده؟ دي العلاقه اللي بتربط ما بين 1 و2. انا عايز اجيب قيمه الشغل في الاجراء الادياباتيك. انا عارف ان الشغل من 1 ل 2 بيساوي تكامل من في 1 ل في 2 بي دي في. شغل بيساوي تكامل من في 1 ل في 2 بي دي في. الضغط هنا ثابت، الحجم ثابت، يبقى انا عندي تو فاريبلز او عندي متغيرين، لازم اشيل واحد واحطه بدلاله الثاني. اقدر اشيل البريشر واحطه بدلاله الفي عن طريق ايه؟ العلاقه اللي فوق ده. اقدر اقول يبقى الكلام ده بيساوي تكامل من في 1 لفي 2، البريشر هيتشال هيبقى ثابت على الفي اس جاما دي في، صح كده؟ طيب مش الثابت ده ثابت؟ يطلع بره التكامل. طيب بعد كده لما يطلع بره التكامل هيتفضل ايه؟ في اس جاما تقدر تكملها؟ تقدروا تكملوها؟ ازاي؟ ها؟ اطلعها اس سالب وازود على اس واحد واقسم على الاس الجديد. يبقى اقدر اقول ان الشغل من 1 ل 2 بيساوي تكامل من في 1 ل في 2. طبعا الثابت طلع بره اهو. الكلام ده هيبقى بيساوي ثابت في اس سالب جاما دي في. في اس سالب جاما تكاملها ثابت اهو. لما كامل اقول في اس سالب جاما زائد 1 وعلى سالب جاما زائد 1. الكلام ده من في 1 لفي 2، صح كده؟ طيب روح عوض بقى، يبقى الكلام ده بيساوي، الصوت يا شباب، الكلام ده بيساوي سالب جاما زائد 1 في المقام زي ما هي ايه، والثابت طبعا بره زي ما هو اهو، ده الثابت. هتبقى هنا في 2 اس سالب جاما زائد 1، الكلام ده ناقص في 1 اس سالب جاما زائد 1، صح كده؟ ده نتيجة التكامل اهي، دي نتيجة التكامل. طب الثابت، الثابت قيمته ايه؟ احنا قلنا ان هو مش ام ار تي، لكن هو بي في في اس جاما. ممكن يبقى بي 1 في 1 اس جاما، او ممكن يبقى بي 2 في 2 اس جاما، لان طول ما انا ماشي قيمة البي في اس جاما ثابتة عند النقطة دي أو دي أو دي أو دي أو دي أو دي، أيا كان النقطة اللي أنا ماشي من الأول للآخر عليه. يبقى أقدر أشيله الثابت ده وأحطه بي في في أس جاما. بس لما هدخله على الفي 2 أحطه بي 2 في 2 أس جاما. ولما أدخله على 1 أحطه بي 1 في 1 أس جاما. هتفرق حاجة؟ ما هو كده كده نفس القيمة. فأنا أروح أدخله على القوس. أهو. وأقوم حاطه هنا. بي 1 في 1 اس جاما، اسف، بي 2 في 2 اس جاما، والناحيه الثانيه هم دخلوا بي 1 في 1 اس جاما. الصوت يا شباب، دخلته على القوس لانك ضربته في الترمين اللي عنده.
طب في 2 اس جاما وفي 2 اس سالب جاما زائد 1 تديني ايه؟ في 2. والناحيه دي نفس الكلام، فيتفضل القانون بتاعي بيساوي بي 2 في 2 ناقص بي 1 في 1 على سالب جاما زائد 1. بي 2 في 2 ناقص بي 1 في 1 على سالب جاما زائد 1، او على لو انت عايزها في المقام تبقى 1 ناقص جاما ايا كان، لكن ده شكل القانون بتاعك في الاخر بتاع الشغل. واضح مفهوم الكلام ده؟ طيب ده الشغل، يبقى انا عرفت قيمة الشغل من 1 ل 2 قيمته ايه. كان في طريق اسهل من ده اجيب بيه قيمة الشغل، في طريق اسهل. مش احنا عارفين ان الاجراء الادياباتيك ده الكيو بتاعته بصفر؟ طيب الكيو بصفر، مش ده معناه ان لو انا رحت الفيرست لو اللي بيقول كيو ناقص دبليو بيساوي الدلتا يو، الكيو بصفر، يبقى ساعتها الشغل بيساوي ايه؟ اقدر اقول ساعتها ان الشغل من 1 ل 2 بيساوي سالب دلتا يو من 1 ل 2، صح كده؟ طب هو القانون ده هو ده؟ لا، هو 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 ازاي؟ هي البي 2 في الفي 2 قيمتها ايه؟ مش ممكن من الايكويشن اوف ستيت تبقى ام ار تي 2؟ مش بي في بيساوي، خلي بالك انا مش بقول هنا بي في اس جام، انا بقول بي في بس. النقطة واحد اقدر اطبق عندها بي 1 في 1 بيساوي ام ار تي 1، والنقطة 2 اقدر اقول بي 2 في 2 بيساوي ام ار تي 2. كل حاجة عند النقطة واحد او النقطة 2 بتتغير، لكن اقدر اطبق الايكويشن اوف ستيت عادي، بي 1 في 1 بيساوي ام ار تي 1 او بي 2 في 2 بيساوي ام ار تي 2 عادي، مفيش مشكله. انا بس لما جيت اقسمهم على بعض لقيت ان البريشر والفوليوم هيفضلوا موجودين هما والتمبريتشر، والبريشر والفوليوم والتمبريتشر هيفضلوا موجودين. فدي علاقه استنتجتها للربط ما بين النقطه 1 و2، او ممكن في علاقه ثانيه. ممكن اقول لو انا قسمت بي 2 في 2 على بي 1 في 1 بتساوي تي 2 على تي 1، بس يمكن دي مش هعرف استخدمها شويه، لكن دي هستخدمها اسهل، لكن دي تنفع هي كمان موجود. المهم ان انا اقدر اطبق بي في بيساوي ام ار تي، فممكن بي 2 في 2 تبقى ام ار تي 2، وبي 1 في 1 تبقى ام ار تي 1. فممكن اقول الكلام ده بيساوي، ده اهو بيساوي ام ار، هاخدها مشترك، تي 2 ناقص تي 1، صح كده؟ على واحد او سالب، هاخد سالب مشترك من المقام ويتفضل جاما ناقص واحد. عملت حاجة؟ طيب ار على جاما ناقص واحد تبقى ايه؟ سي في لو افتكرته. يبقى الكلام ده بيساوي سالب ام سي في دي تي، اللي هي واضح؟ يبقى الشغل في كلا الاتجاهين لازم يطلع بيساوي دلتا يو، والا انا بشغل حاجه غلط، كلامي يبقى مش مظبوط. القانون ده هو هو سالب دلتا يو، اللي هي سالب او اللي هي بي 2 في 2 ناقص بي 1 في 1 على سالب جاما ناقص 1، هي هي سالب دلتا يو. واضح؟ مره ثبت الحجم، مره ثبت الضغط، مره ثبت درجه الحراره، والمره الرابعه عزلت النظام، يعني خليت الكيوب صفر. الاجراء الخامس والاخير في اجراءات الكلوز سيستم هو الاجراء البوليتروبيك او الاجراء العام اللي ما فيش فيه اي حاجه ثابته، كل البارامترز فيه بتتغير. الإجراء البوليتروبيك أو الإجراء العام بيخضع لعلاقة بي في أس إن بتساوي كونستانت، حيث إن ده أي قيمة، الإن ممكن تبقى 1.1، ممكن تبقى 1.2، ممكن تبقى أي قيمة أيا كانت. الإن دي قيمة عامة، ما هيش حاجة خاصة. هنا كانت الإن تعتبر الجاما، هي برضه تعتبر اجراء خاص من الاجراء العام زي ما هوريك دلوقتي،
لكن الإجراء العام البوليتروبيك بي في أس إن بيساوي كونستانت. برضو الكونستانت هنا ما هوش إم آر تي، الكونستانت إم آر تي في حالة واحدة بس، في حالة البي في الفي بيساوي كونستانت. الكونستانت إيه؟ هو إم آر تي، لكن أي حالة تانية الكونستانت مش إم آر تي. الإجراء البوليتروبيك بيخضع لعلاقة بي في أس إن بيساوي كونستانت، برضو له إثبات للعلاقة اللي بتربط ما بين النقطة واحد والنقطة اتنين، هو ان بي 2 او ان تي 2 تي 2 على تي 1 ساوي بي 2 على بي 1 اس جاما ناقص 1 على اس ان، اسف اس ان ناقص 1 على ان ساوي في 1 على في 2 اس ان ناقص 1. دي العلاقه اللي بتربط ما بين النقطه 1 والنقطه 2. لو في حد جاي يتكلم ملوش لازمه يا شباب، الفيديو بيبقى متسجل وانت قاعد في البيت بتشرب كوبايه الشاي وعمال ترغي مع اللي انت عمال ترغي معاه براحتك، مفيش مشكله. انا ما بعرفش اشرح وفي ناس عماله تزن، فاللي جاي ومضطر ما بنعملكش حاجه تكون مضطر ليها خالص، خليك قاعد في البيت وبراحتك اتفرج على الفيديوهات مسجله وكل حاجه زي ما انت عايز. العلاقه اللي بتربط ما بين النقطه 1 والنقطه 2 اهي. بعد كده لو انا عايز اجيب قيمه الشغل اللي هو الميكانيكال الديسبليسمنت وورك، اسف، او شغل التغير في الحجم او شغل التغير في او شغل الازاحه، شغل من 1 ل 2 بيساوي تكامل من في 1 ل في 2 بي دي في. هنا الضغط ثابت لا مش ثابت، والضغط والحجم هو كمان متغير، فعندي الاثنين متغيرين. هروح اقول يبقى بيساوي تكامل من في 1 ل في 2، اشيل الضغط واحطه ثابت على في اس ان دي في، واطلع الثابت بره وارفع في اس ان تبقى في اس سالب ان، وازود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد، وعوض عن الثابت مره ب 1 في 1 اس ان ومره ب 2 في 2 اس ان، وادخله واوزع والكلام ده كله، ويطلع الشغل في الاخر من 1 ل 2 بيساوي ب 2 في 2 ناقص ب 1 في 1 على ان او على سالب ان زائد 1. نفس العلاقة بالظبط من نفس التكامل اللي احنا كنا هنعمله، بس الفرق ان دي كانت جاما لكن دي اس ان، مفيش اي فرق بين الاتنين، واضح؟ طيب انا جبت قيمة الشغل، عايز اجيب قيمة كمية الحرارة، ماشي مفيش مشكلة. انت عارف ان القانون بيقول كيو ناقص دبليو بيساوي دلتا يو، كيو من 1 ل 2 ناقص دبليو من 1 ل 2 بتساوي دلتا يو من 1 ل 2. يبقى ممكن بسهولة تقول ان كيو من 1 ل 2 تساوي الشغل من 1 ل 2 زائد التغير في الطاقة الداخلية من 1 ل 2. اقدر احسب قيمة الشغل من القانون ده، واقدر احسب التغير في الطاقة الداخلية اللي هو بيساوي ام سي في دلتا تي، او الام في يو 2 ناقص 1 لو انا شغال على سيمي ايديال جاز، واجمع الاثنين على بعض واجيب قيمة الكيو او قيمة كمية الحرارة. ده اجراء بوليتروبيك، ده اجراء عام، لان فيه قيمة مش محددة. هنا له حرارة وله شغل وله علاقة بتربط بين النقطة 1 والنقطة 2. ده الاجراء العام بالمناسبة. ده الاجراء العام اللي كل الاجراءات التانية بتخضع ليه. يعني في الاجراءات اللي فاتت كلها بي في في اس ان بيساوي كونستانت، ده العام بتاعهم. ممكن الان لو حطيتها بصفر تتحول للاجراء بتاع الكونستانت بريشر، او الان قيمتها بما لا نهايه تتحول للاجراء الكونستانت فوليوم، او الان قيمتها بواحد اتحول للاجراء الايزوثيرمال اللي هو ثبات درجه الحراره، او الان قيمتها بجاما وتحول من الاجراء الادياباتيك او اسف من الاجراء البوليتروبيك للاجراء الادياباتيك. اشهر مثال، لان الاجراءين قدامنا على السبوره، لو انا حطيت الان بجاما مش العلاقه دي هتبقى هيها العلاقه دي؟ طيب لو انا حطيت الان بجاما مش العلاقة دي هتبقى هيها دي؟ صح؟ طيب لو انا حطيت الان بجاما الكيو هتبقى بصفر؟ هتبقى بصفر، لان لو حطيت الان بجاما بقى الشغل بيساوي سالب دلتا يو، فلما احط سالب دلتا يو زائد دلتا يو تبقى بصفر، فيبقى الكيو بقت بصفر. فاهمين حاجة؟ في الإجراءات الخمسة حد عنده استفسار عن أي حاجة؟ ها؟
حد عايز يستفسر عن اي حاجة؟ طيب احنا كده خلصنا الشباب بتوع النهاردة، وان شاء الله بكرة محاضرة مهمة، لان هنحل مسائل على الكلام ده كله، وهتبقى بتلم كل اللي احنا خدناه من اول السنة لحد دلوقتي، هتبقى بتلم كل حاجة. واضح؟ ماشي يا شباب.